لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شرطه؟ اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي لازمتها برقبه مليون شاب زيك. على الاقل في يوم من الايام هتبقى ام محترمه تربي اجيال. لكن اللي زيك انت اخرته ايه؟ كفايه بقى يا ماما الاوهام اللي انت عايشه فيها دي. ما تنزلي اي ديسكو تشوفي البنات عاملين ازاي. الفساد بقى على كل لون يا دكتوره. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي الكلب بيدور على كلبه يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم. سليم انا ابوك. الله حلو الحطوف ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واتي يا وصلني وصلني يا وصلني ده حبيب الروح مستني. الله خد ولع خد ولع لسه طفيعه. يا مرد يا مرد ازاي عليك حبيبك النبي انقذني من العار والفضيحه. ايه ده مالك العفريت راكب هنادي هنادي مراتي. يا باروش مش عارف اعمل ايه. قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا باروش دي. والله انا هعمل لك اي اي ما تسترجل شويه. ايه اي اي انا مسترجل. انا صوت صوت هنادي هنادي. انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرف؟ بتعمل ايه ورا الكنبه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني. شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تظبط يا هنادي فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي. الهي يا رب اشوفك عريان بلبوص والقلب زايلك بالطوب وتتفضح فضيحة القطط في السوق. ماشي يا ميسي. الهي يا رب الاقيك بتلعب في مركز شباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي بس يا عم الحاج. ده الناس غريتها السبت والحد وانا غبت ما وردتش على حد. يعني كأنك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للاخر. ماشي والله العظيم لو عفريت من ظهر عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اي ومين لون للتاني. اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا برشدي. انا فوقي. اي لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نافع انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر؟ مش سهل يا فرعون. اصحى يا دي يا ابن النيل. فشلت برضو. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بقمري ولوني مصري. شفت يا جد ميسي واللي عمله فيك؟ ما انا عشان كده ما اقدرش اقول له لا. ده قادر ومتسلط. لا وايه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شرع علي. طمني يا حبيبي بعون الله انا هطلع ميسي ده من على جدتك. هتطلعه ازاي يا رشدي؟ بايه؟ باي طريقه يا اخي. ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بوقك. ابوسك انا بوقك يا رشدي بيه. هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حي. ايه اللي خلي دي كلها راكبها عفريت يا رشدي؟ امال ايه؟ هو ميسي ده شويه وريش ميسي لوحده. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض. يوه يعني ده ضرب بجد يا برشدي؟ امال هزار. ايوه صار بجد يا شتاش. شنت عليك يا مصر وعلى عفاريتك. تعالوا ورايا انا جاي اهو. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي اونكل. جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقول لك الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي؟ ايوه ايوه. انت هتغرود احلام الرضيف. الا مستر مروش بقى. الله اصبر بس اسمع. الكرة دي معمول عليها عمل اسود ومرشوش عليها شوية جوز الهند وسمسم. عمل سفلي ده يا مروش دي؟ ما يعني حلوي. الكرة دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا مروش دي؟ مش اقل من كده.
ميسي هيشوفها هيغير، هيروح خارج من جسم هنالي وراشق في جسمك انت. بخت يا بروش دي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسة اقول لك سيب لي ميسي وماله، وسيب لي هنالي. لا وانا يا بروش دي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتربخني وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا بروش دي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا بروش دي. قال له قرا يا بروش دي. مفيش ضفوف ولا حاجة. هشغلهم مزيكا اجنبي. هطلعهم مثل مزيكا اجنبي. ده الاحتراف يا جاد. اقول لك غير له مزيكا يا جو. حبيبي يا عم. يلا. هو ده الكلام يا بروش دي. مبروك يا جاد. طب يا ملكتتها برشدي. لا هنادي ماتت. سليم سليم انت بتعمل ايه هنا؟ ده انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا انت عبيط. يلا كده. طب انا بقى حوريكم. انت شيرين؟ نعم انا بودي. لو سمحت اصحابي قالوا لي انك صعبه. قلت لهم مش على بودي. ايوه على طب اصحابك ما قالولكش ان اللي عكس الاموره القطر بيدوسه. مؤدبه وهتتعبنا. كده يا قطر. قوم اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر. ده انا هبهدلك. تعالى يا ورا. تعالى قول انا مش راجل. بسيط انا مش راجل. علي صوتك يا انا مش راجل اهين حاجه. لف بقى كده. شيرين شيرين. نعم في حاجه؟ انا اسف. ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض؟ ما تخافيش مش هاكلك. أنا ما بخافش. يبقى نشرب حاجة. أنا موافقة على كل اللي أنت بتقوله ومؤمنة بالصداقة لأبعد حد، بس الأصحاب لازم يكونوا شبه بعض وأنا وأنت مختلفين في كل حاجة. شوفي يا